مرحبا بكم. بدنا نتحدث عن نظام إدارة العقارات. نظام إدارة العقارات مجموعة من الأجزاء، الجزء الأول البيانات الرئيسية، من هون اللي هي بيان البنايات، الوحدات السكنية، المستأجرين، تحويل الأصول الثابتة إلى عقارات، الرسم البياني للبنايات. هنا تبدأ العمليات. العمليات كلها من هنا. ممكن تعمل بروبوزل أو عرض أسعار للوحدة السكنية حسب الخيارات الموجودة عندنا. ممكن نعمل إنشاء عقد مباشرة بدون ما نعمل درافت، نعمل إنشاء عقد مباشرة، تعديل العقد، طباعة. طبعا كل هذه العمليات بناء على الإعدادات اللي احنا بدنا نشوفها. ممكن إلغاء العقد، ممكن طباعة الفات، الضريبة المضافة الناتجة والتي كانت مسجلة هنا أثناء إنشاء العقد. ممكن طباعة الفات تبعت الأذر تشارجز اللي هي أي رسوم أخرى إذا كان موجود عليها فات، وهذه الرسوم الأخرى كانت موجودة ضمن العقد. وهون لينك الكونتراكت مع البيمنت. أحيانا ممكن نستلم دفعة ولسه العقد ما عملناه، فلما نعمل عقد نربط هذه الدفعة مع العقد. كل هذه الجزئية يتعلق في العقد إنشاؤه وما يترتب عليه من إجراءات أخرى. الآن بعد ما نعمل عقد، في أن ممكن يتم وقف العقد قبل انتهاء موعده، ممكن نعمل تجديد العقد، ممكن انه يتم ريليز العقد انه خلص تم تسليم الشقة او الوحدة السكنية او المحل. بعد ما يتم التسليم يتم ارجاع السيكوريتي ديبوزيت التأمين. ممكن نطبع او نبعث بالايميل رينيوال نوتس تجديد. وممكن هون نعمل قضية إخلاء للشقة في حالة إنه المستأجر بقي بها ولم يجدد العقد. هذه الإجراءات كلها اللي احنا شفناها ما يتعلق وين في الريال استيت، وكل هذا وراء إعدادات، وراء كالكوليشن كبيرة جدا. وهذا أيضا نحن نتحدث أننا ندير عقاراتنا نحن. الآن إذا كنا ندير عقارات الغير، أوكي، فبتكون في عملية إضافية هنا وهي احتساب الكوميشن مقابل أننا ندير عقارات الغير. وطبعا القيود المحاسبية هنا بتكون مختلفة في حالة الكوميشن. ممكن طباعة إنشاء فاتورة للديفيرد إنكم. ليش؟ ده لما احنا بنعمل عقد ممكن نعتبر مبلغ مباشرة راح على الإنكم، أو ممكن نعتبره إيراد مقدم. إيراد مقدم بروح في اللايبيليتيز. لما يكون إيراد مقدم نقدر نطلع فاتورة مباشرة من الإيراد بناء على الإيراد المقدم، وهذه الفاتورة قد تكون شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية كما يريدها المستأجر أو مشغل البرنامج. ممكن طباعة هذه الفاتورة الفات انفويس. طبعا نعمل ترحيل للديفيرد انكم. ليش؟ لانه وقت ما انشأنا العقد، وقت ما تم انشاء العقد، بيكون المستخدم قرر اذا بده يعملها ايراد مقدم او كانت مباشرة على الايراد. ممكن تغيير حالة الوحدة، والتغيير الحالة بيكون ليميتد، يعني بقدرش اغير من فارغة الى مستأجرة. ليش؟ لانه هذا يجب ان يتم بناء على الاجراءات اعلاه، ولكن ممكن اقول تحت الصيانة مثلا، اوكي، او اي اجراء اخر، ولكن معظم العمليات تأتي من الاجراءات اعلاه بشكل آلي. في ان نظام الصيانة كل هاي العمليات تتبع نظام الصيانة من البداية للنهاية ومربوطة مع الحسابات، ويتم تحديد على وين بدنا نسجلها، على المستأجر أو على المصاريف. ممكن نعمل نوتس للمستأجرين وجروب أوف نوتس أو سينجل نوتس. هون طباعة، هون ملاحظات عامة،
هون تجديد جواز سفر لمين؟ للمستأجر. وطبعا هون مور انفورميشن هذه موجودة في كل المنيوز. هذه الخطوة الأولى بالنسبة للريال استيت. الريال استيت زيه زي الموديولز الأخرى، يقرأ منين؟ كل هذه الإجراءات يقرأها من الإعدادات. بنيجي على هون فايل، وبنيجي السيت اوف موديولز، بنيجي على الإعدادات تبعت الريال استيت، إعدادات عامة. من هنا يقرأ البرنامج الترحيلات وتاريخ الترحيل والاحتساب، كل شيء يقرأ البرنامج. والمستخدم هو الذي يقرر ماذا يريد، المستخدم هو الذي يقرر ويعبئ هذه المعلومات. طبعا مستخدم يعني منقول الأدمن، منقول إيش؟ الأدمن، الأدمن. أوكي، كل هذه إجراءات وعمليات وليز أجريمنت حسب حاجة الأدمن يوزر، وست ريمايندر فور بيمنت ديو، تمام، وريمايند مي بيفور. كل هذه عمليات يجب أن يقرأها الأدمن يوزر ويفهمها مشان يعدلها. وهون مور كنترول، مور كنترول يعني مثلا عشان أجدد العقد بيجي السيستم بقول لك don't proceed، لا تجدد العقد إذا المبلغ العقد السابق غير مدفوع كاملا، لا تجدد إذا في عليه مبالغ، لا تجدد إذا في كذا كذا كذا. كل هذه conditions، كل هذه شروط، إذا في شيكات مش بوستد، إذا في إيراد مؤجل not بوستد، إذا في عليه قضية في محكمة، كل هذه الأشياء. وأيضا ينطبق ذلك على السيكوريتي ديبوزيت أيضا. هذه كل إعدادات على المستخدم أن الأدمن أن يعملها ويحضرها قبل أن يبدأ في تفعيل البرنامج. طبعا زي ما في settings، في عنا زي ما الأذر modules، في عنا template، you can design your own contract, quotation, tenancy, VAT invoice, renewal notice، كل هذه design. وحتى reminder of payment you can design this one. لو بدنا نيجي على التنانسي كونتراكت على سبيل المثال، احنا بنعطيكم شيء جاهز ولكن ممكن للمستأجر انه يعمل تعديلات. هذا مثال بسيط على التنانسي كونتراكت، مثلا ممكن تعديله زي ما بده اليوزر. ممكن نيجي ناخذ هون تاكس انفويس او كونتراكت وذ فات مثلا، كل هذه اشكال مختلفة من العقود. يستطيع ان يقرر ماذا يريد اليوزر المستخدم، طلعها بتنزلها بتشيلها بتخليها زي ما بدك، تستطيع انك تعمل اللي بدك اياه هون. اوكي، هلا علشان نبدا في البرنامج بشكل سريع، طبعا بنجيب هون للعميل الريال استيت، ممكن نسحب البنايات الوحدات، في بعض الحالات ممكن نسحب عقود لسنوات بعيده. هون وسائل مساعده كيف تستعمل البرنامج. طبعا missing information في الريال استيت، اذا في بيانات ناقصه كمان بنقول بنساعد العميل، وظيفتنا نساعد العميل، وظيفتنا نساعد العميل اذا في عمليات غير مكتمله الترحيل او البروسيس او الاعدادات، اي شيء نواقص احنا بنساعد العميل شو يعمل. هون اوديت تريال ايضا كل العمليات بيقدر يشوفها، اي شيء تم ادخاله في البرنامج يستطيع أن يشاهده هنا الأدمن يوزر أو النورمال يوزر، بيقدر يشوف كل العمليات من هنا، بيقدر يشوف الكرييت الإنشاء والتعديل والديليت والفويد، كل هذه العمليات موجودة هنا، وهذه كل التفاصيل يستطيع أنه يشاهدها المستخدم، تمام. فهذه عمليات. طبعا ما ننسى انه في ريمايندر لكل شيء، في الاكاونتنج ريمايندر، في الاصول الثابته في ريمايندر، كل هذه الاشياء في الفيكس اسيت، عفوا اصول ثابته، هاي هذه اداره عقارات، كل شيء في له ريمايندر، تمام. واخر شيء بدنا نروح عليه اللي هو ايش؟ التقارير الريال استيت، كل هاي التقارير اداره العقارات، ونحن جاهزين نضيف اي تقرير بيحتاجه المستخدم. اعتقد احنا هيك غطينا أجزاء كبيرة جدا من نظام إدارة العقارات في برنامج الحناوي. وطبعا في هنا عنا إجراء أبديت للمحاسبة، إذا كان في مينتنانس فواتير مينتنانس كمان إلى تأثير محاسبة. وشكرا جزيلا لكم.
Your call is very important to us.